هاي حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكون تمام. اوكي جايز، اليوم الفيديو اللي هنكم شايفين انا حاطه ضافير، بس هذا وقع، هذا مو مهم. اوكي انا حاطه ضافير، واليوم الفيديو اللي هو حضل سيبوني احضركم كامل. هعمل تحديات وانا حاطه الضافير، وانا جايز يعني بحب احط ضافير، بس بحب احط ضفر واحد عشان اقدر استخدم، ولا عمري حطيته هيك. يعني انا مجرد امسك غرض هيك ما فيني ابدا، نهائيا نهائيا نهائيا. يعني لما بكون بدي اتسلى بالبيت بس بحط واحد او اثنين. ليك هلا ما ادري، انا حريق شعري انه هيك اسوي على جنب بقى عادي. قبل ما نبدا الفيديو حطوا لايك لهذا الفيديو وسبسكرايب وكومنت، ويلا نبلش بالتحدي. اوكي جايز، اول تحدي اللي هو بدي اكتب اسمي على اذا انا ورقه ما ادري انا افتحها حبتها. اوكي وهي المقلمية اللي طلع منها القلم هون. هو التحدي ان شاء الله افوز فيه، وانتوا قولوا لي كمان. ولي هلا بدي اقعد ادور عليه كيف. اوه جاد، اوه جاد، ليكو لحد كيف بدي اجيبه. اوكي جايز، هلا رح اكتب اسمي. هو قال عن جد ما بعرف كيف بيحطوا ضفير متعودين عليه الليل والصبح. طلع، وانا هدول بالنسبه لي طوال كتير. هدول مغناطيس، يعني اذا راح لزق من عليهم. بسم الله، حنكتبه بالانجلش. او ماي جاد، خطي طلع بيقرف هون بالانجلش وهون بالعربي. اوكي بعد اول تحدي، ثاني تحدي بدي اسوي، واللي هو راح احط حمره وبودره وافتحهم واشتغل. وهو انا حاطه ضفير. جايز عن جد كثير صعب الحياه بضفير ضفير، بس حفكة حلو. اوكي هذا بكره فتحه انا، فهلا اشوف كيف بدي افتحه. يس طبعا بدي اشوف حالي. اوكي تلوت الضفر، تلوت الضفر كله ان شاء الله. هلا ما اصير حمراء، في عالم على فكرة بيضلوا بكل الضفير ايام عادي، شهور عادي، بس طبعا بيغيروهم كل فترة. اوكي هلا جاي بدنا نحط واللي هو الحمرة اللمع. فيها لمعة. انا بزنقاز بعد ما خلصت الفيديو حابة اضل فيهم كتير حلوين، بس انه هن الشغل صعب فيهم. يا اوكي تالت تحدي، قولوا لي اذا نجحت فيه. انا بظن انه بالاسم ما كتير، اما بالميك اب او بالحمرة وهي وهدول اوكي ما بعرف، ما هو انا ما كتير فاوت. اوكي هاد هلا بدي افتحه وحط كريم وادهان واصفر. لسه هلا في تحدي كتير اصعب اعصاب. اوكي او ماي جاد، كيف بيحدي حط بالضفر؟ لازم على الضفر. هذا الكريم كثير بحبه انا. او ماي جاد، ما بطيق انا هيك قلتهاش على فكره. هلا التحدي الظلم الرابع، يمكن صعب كتير 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 كتير. اوكي واللي هو هاد بدي افتحه، هاد هو توتش لسه مسكر. ها والله مسكر، بدي هون هيك هاي تبعي، بدي احاول افتحه وبدي احط منه. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. لا مستحيل اقدر، مستحيل. طلعوا لي هاي، بدها ما بدها ضفر من هون. هاي حاخسر بالتحدي، انا متأكدة
متأكدة متأكدة طلعوا هي من هون. اي اوتش ما فيني جايز كتير صعب ليكو كتير صعب فتحه ورح احاول جايز خسرت بس بالتحدي الرابع جايز ننتقل على التحدي الخامس واللي هو افتح هذا العطر واللي هو بهالطريقة هاي الطريقة وبدي احط اوكي هذا كتير صعب فتحه او ماي جاد فتحته ما بقدر كما اقول اقدر افتحه بالسكر ما عم بقدر ماي جاد كيف هذا بدي شكله سكرته اوكي جايز حطيت كتير التشت انا اليوم بهالفيديو بس مشان اكون ساوي اللي بدكم اياه التحدي اللي بعده واللي هو الاخير هاي الصورة بدي احط جايز عليها اسمي بدي احطها وبدي اربطها اوكي جايز اليوم خميس انا بالخميس اذا انا هي لحالي ما بعرف اربطها كيف بدي اربطها لحالي وبضافير اوكي هلا حان وقت ربط مسكتك جايز ما تحطت معي هلا خليها هيك اوكي بس انتوا قولوا لي بظن خسرت في التحدي خسرت باثنين اوكي جايز اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو وسبسكرايب وكومنت و اي لاف يو كثير جايز وقعت يلا جايز شو صعبه حياه بالضافي قولوا لي اذا حلوين وان شاء الله هلا ما يخربوا بعد ما ايمون وما يتخربوا ضفيري ويتكسروا ضفيري وباي جايز كتير متضايقة فكرة منهم جايز عملت شي كتير بداية الشعور باي